تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن إدارة أوضاع المهاجرين بشكل جيد يشكل حجر الزاوية في التنمية المستدامة والازدهار والتقدم في المجتمعات. وتهدف بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة الكويت من خلال الشراكة مع المؤسسات الكويتية إلى تسوية أوضاع المهاجرين في عدة بلدان ومساعدتهم على مواجهة التحديات التي تعترضهم في تنقلاتهم اليومية. العالم شهد بعام 2023 زيادات تاريخية بعدد الأشخاص المتنقلين بسبب تغيير المناخ، التفاوت الاقتصادي، لأنه كثير من الناس ما عندهم خيار غير العثور على الأمان وسبل العيش بمكان آخر عن طريق التنقل. كمنظمة دولية للهجرة نحن ملتزمين بالمساعدة بحل هذه التحديات المعقدة، لأنه نعرف تماما أنه إدارة الهجرة بشكل جيد بتأدي للتنمية المستدامة وللازدهار وللتقدم. بما يتعلق بعملنا بالكويت، بحب أذكر المؤتمر الإقليمي حول موضوع الصحة، التغير المناخي والأعمال المتعاقدة بدول الخليج، كمان موضوع الهجرة والجندر والتطور أو التنمية اللي قمنا فيها مع بعض السفارات، بالإضافة للتقرير الطوعي اللي قدمته دولة الكويت حول التنمية المستدامة، وتم ذكر العمل اللي عم نقوم فيه كمنظمة دولية للهجرة.